ونجم يعني من قبل لا تجي هنيه. الله يطول بعمارك. نبغاك تتكلم لنا وللشباب كلهم عن ثقل الأمانة الإعلامية وثقل هالمنصة اللي حنا فيها. يا سلام يا سلام. طيب أنا بتكلم عن الأمانة الإعلامية باختصار. رجال دخلك بيته وقعدك بين أهله بعيدا عن الأمر الديني، قعدك بين أهله، كيف ستلقي الكلمة على أهله؟ يا سلام. وشلون تبي توجه أطفالها الصغار؟ وشلون تبي تحترم هالرجال اللي قلطك؟ ترى هذا تماما اللي قاعد يصير مع الإعلاميين إذا ظهروا على شاشة التلفزيون. ترى هو بالضبط. الله يستاهل. يستاهل. ترى هو بالضبط رجال استأمن هالقناة وحطك أنت وطلعت وجلست بين أهله توجه بعضهم وتحترم بعضهم وتنصح بعضهم. هذه هي الأمانة الإعلامية وسلامتكم. الله يسلمك. كلام كبير. كلام كبير. الله يطول بعمرك يا حبيبي. الله يطول بعمرك.